أهلا بحضراتكم من جديد. الدولة المصرية حرصت على إعطاء الصعيد أهمية كبيرة وعملت على إدراجه في الخطط التنموية، فقامت باستكمال ترفيق نحو 30 منطقة صناعية، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير البنية التحتية لأربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج. كما قامت أجهزة الدولة بتطوير المناطق الصناعية القادمة أو القائمة وإنشاء مناطق جديدة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد وخلق المزيد من فرص العمل. هنتكلم عن دور الدولة والصناعة ونتكلم أيضا كمان عن صعيد مصر بيشهد أكبر ملحمة تنموية في تاريخه. منورني في الفقرة دي الدكتور هشام الشمس الدين، أستاذ الاقتصاد والبيئة. أهلا بحضرتك يا دكتور هشام. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، منورنا يا فندم. الله يخليك، نور حضرتك، وبرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وبإذن الله تكون أمسية يعني ثرية. ربنا يخليك، منورنا يا دكتور. احنا يعني يا دكتور يعني احنا عايزين نتكلم، يعني يوم بعد يوم بيثبت ان الرئيس عبد الفتاح السيسي انه واعي جيدا حجم المعاناه اللي بيشعر بيها المواطن المصري، وخير دليل كمان على ذلك كمان القرارات اللي هي اتخذها او اعلن عنها خلال تفقده لعدد من مشروعات محافظه المنيا بحزم جديده للعاملين بالدوله. طبعا القياده السياسيه في مصر قياده واعيه وقياده تعرف حجم المشكلات. نعم يا فندم. ولا تتوقف فقط عند ذكر المشكلة ولكن تقتحم المشكلات. نعم. الأسلوب اللي بيتبعه الرئيس السيسي أسلوب حديث في العالم في الاقتصاد، كل دول العالم بتاخد بيه، الدول المتقدمة، أسلوب اقتحام المشكلات عن طريق اقتصاد البرامج. نعم. بسميه اقتصاد البرامج، أو هو نسق جديد من الاقتصاد ما بعد العولمة، اللي هو اقتصاد البرامج. واقتصاد البرامج ده بيلائم، يعني اقتصاد البرامج هوضح لسعادتك، اتفضل. هو بيلائم الدول في طور النمو، او الدول نقدر نقول الناميه او الباحثه عن النمو. طبعا الدول اقتصاد دوله زي مصر واقتصاد كبير، ولكن على مدار عشرات السنوات ربما حدثت مشكلات نتيجه لعوامل، يعني نقدر نقول الزياده السكانيه، عوامل ديون أثقلت مصر بعد ثلاثة حروب كبيرة، حجم طبعا المشكلات في منطقة الشرق الأوسط، ومصر جزء لا يتجزأ وجزء كبير من معادلة الأمن والاقتصاد في المنطقة، وجزء حيوي لأنها ملتقى قارة أوروبا وجنوب أوروبا والشمال الأفريقي وبوابة إلى إفريقيا وغرب آسيا وآسيا، فهي يعني موقع عبقري شرق آسيا. فبالتالي المشكلات في مصر مشكلات كبيرة. نعم. على قدر عظم الاقتصاد المصري كانت المشكلات لعشرات السنوات، وهناك مشكلات أهملت. فيأتي فكرة اقتصاد البرامج، أن القيادة السياسية رأت أننا إذا اتبعنا المنهج التقليدي في التنمية الاقتصادية، وهو المنهج المؤسسي شوية أو نقدر نطلق عليه البيروقراطي في عملية التنمية، سنأخذ فترة طويلة وتكاليف، وربما لن نصل إلى النتائج المرجوة في الوقت الزمني. القيادة السياسية تدعي مسألة الزمن أو معضلة الزمن، وأن هناك سباق مع الزمن لإحداث التنمية. نعم. لأن الدولة التي لا تستطيع أن يكون لها في هذا العصر الحالي، العصر الشديد التقدم، الدولة التي لا تستطيع أن يكون لها قدم كبير في الاقتصاد والصناعة. الصناعة، أنا جاي لحضرتك في موضوع الصناعة لأن موضوع مهم جدا وخطير جدا. طب ما حضرتك ما كلمنا الأول عن اقتصاد البرامج. اقتصاد البرامج، إن أنا القيادة السياسية قالت أنا بدل ما أعيد هيكلة وزارة الصحة وأعيد أحل كل مشاكل وزارة الصحة مثلا، يعني مثلا ناخد قطاع الصحة كمثال، لو أنا بدل ما أعيد الهيكلة وأعيد أحل المشاكل، ما أنا هاخد وقت بيروقراطي طويل جدا. نعم. في الأسلوب التقليدي في الاقتصاد اللي عارفينه من الستينات والسبعينيات وحتى الألفينيات. نعم يا فندم. ولكن النهاردة في شبكات الأمان الاجتماعي أو شبكات الضمان الاجتماعي
أو الشبكات الصحية اللي هي بتعمل quick access أو توصل سريع إلى المريض أو إلى الفئات الأولى بالرعاية. يا حضرتك بتكلم عن المبادرات اللي اتعملت. أيوة، ما هي المبادرات دي هي دي هي دي البرامج، هي دي اقتصاد البرامج. نعم، إن أنا بوصل للتنمية المستهدفة عن طريق مبادرة. نعم، هي خط مستقيم مع خط مستقيم آخر مع خط، فتحدث شبكة. هذه الشبكة بتتشارك فيها مؤسسات الدولة، وبالتالي تحدث التنمية في أسرع وقت ممكن بدلا من انتهاج الأسلوب البيروقراطي التقليدي. نعم، المعروف. نعم، ده بالنسبة لأول حاجة، أول نقطة في موضوع تنمية الصعيد. الصعيد طبعا من مبادئ علم الاقتصاد ومبادئ التنمية الاقتصادية وعلوم التنمية الاقتصادية وبالأخص برضو التنمية المستدامة، أن تكون التنمية في المجتمع وفي الدولة متساوية أو في عدالة التنمية أو متساوية، مناطق التنمية متساوية. نعم، اللي هي عملية التوزيع الجغرافي للتنمية والعدالة الاقتصادية. نعم، وهذا ما يحدث العدالة. طبعا إحنا هنقدر نقول أن دولة بحجم مشكلات الاقتصاد المصري أو الدول كتير بدول زينا، حتى في دول في جنوب أوروبا برضو بيعاني مشكلات اقتصادية. نعم، مش هتقدر إن هي تحقق الـ 100% development في الظروف الحالية. طبعا، على الأقل إحنا ما لا يدرك كله لا يترك كله، فبالتالي القيادة السياسية حطت إيدها على مفاصل مهمة جدا لإحداث تنمية سريعة. ربما ظروف كورونا وظروف الدولية جاءت معكسة، وهو ده اللي خلى الاقتصاد المصري إلى الآن ثابت على قدميه رغم المشاكل اللي كلنا نعرفها، الموجة التضخمية التي أصابت الاقتصاد المصري مؤخرا. نعم، هذه لا تخص مصر فقط، هي موجة تضخمية يعاني منها العالم. نعم فندم، الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من تضخم شديد، بريطانيا المواطن البريطاني يعاني بشدة من التضخم. نعم، عشان بس إحنا نكون في الصورة، مصر ليست النموذج الفريد في التضخم وارتفاع الأسعار، ولكن دولة القيادة السياسية تحاول دائما الإسراع بخطى التنمية حتى تستطيع أن تواجه هذه الموجات. نعم، بالنسبة للصناعة لا سبيل أمامنا سوى الصناعة. إذا كنا نريد أن نحدث تقدم حقيقي ونكون اقتصادنا صلب ضد أي موجة تضخمية أو أي أزمة اقتصادية عالمية، لابد أن نبدأ بالصناعة. نعم، وطبعا الرئيس يعني في الرئيس يعني مهتم في كذا تصريح قال احنا عايزين نوصل ل 100 مليار دولار بالنسبة للصادرات. يعني آخر خطاباته تحدث عن عملية التنمية الصناعية أنها حتمية وحتمية وأساسية في حياة مصر. نعم، يمكن أنا تحضرني طبعا تجربة الرئيس جمال عبد الناصر في الستينات. الرئيس جمال عبد الناصر حينما تسلم مقاليد السلطة والصراعات الدولية في ذلك الوقت التي واجهها والعدوان الثلاثي، بدأ فعلا في خطة طموحة للصناعة المصرية، واستطاع فعلا حقيقة تحسب لعبد الناصر الرئيس جمال عبد الناصر أنه فعلا بنى قاعدة صناعية لا بأس بها. ربما حرب 5 يونيو عام 1967 يعني عطلت المشروع المصري كثيرا جدا. هذا بعيد عن الأيديولوجية، يعني حواري هذا بعيد عن الأيديولوجية طبعا، لكن احنا لا علاقة له بالأيديولوجية الناصرية أو السادتية. نعم، أو غيره. نعم، ولكن الفكرة هي أن الصناعة، نحن أمام تحدي الصناعة، إما طيب نكون أو لا نكون. طيب، بالنسبة للصناعة فندم وتوطين الصناعة، طبعا الرئيس تحدث كثير عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الاقتصادي طبعا بين الشرق والغرب، وطبعا كان قبلها كمان موضوع فيروس كورونا، جائحة كورونا والارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة، لكن كلها تحديات استعدت ليها الدولة المصرية في توطين أو طفرات تنموية وتطوير البنية التحتية والاهتمام كمان بتوطين الصناعة. رأي سيادتك، هو كل البنى التحتية التي يتم إنشائها منذ بداية عهد الرئيس السيسي وهي بنى تحتية هائلة ورهيبة. نعم، حقيقة. نعم، يعني بلغت مليارات الجنيهات أنفقت عليها.
لأن البنى التحتية دي الصناعة لا تقوم أبدا بدون بنية تحتية. طبعا شفنا مشاريع طرق انفراستراكشر وأمن نعم فن. لابد أولا الطرق اقتصاد النقل أهم جدا في اقتصاد الصناعة. نعم. لأن بدون اقتصاد النقل لا تستطيع أن تصرف إنتاج ولا تستطيع أن تحدث الحركة الصناعية المطلوبة. نعم. الصناعات الصغيرة ربما تشجيع الشباب على التصنيع الصغير مهم جدا جدا. الشيء الملفت للانتباه في التاريخ الاقتصادي ربما الذي لا يعرفه الكثيرون أن الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدولة العظمى بصناعاتها الثقيلة الرهيبة والتي يعني ما زالت متفوقة نعترف شئنا ما بين هي ما زالت متفوقة في العالم، هذه الدولة العظيمة بدأت بالصناعات الصغيرة. طب لو كلمنا عن الصناعات الصغيرة والذي بنى اقتصادها الصناعات الصغيرة والصين والهند دلوقتي منذ أيام بنيامين فرانكلين منذ أيام جورج واشنطن بنى الولايات المتحدة الأمريكية الصناعة الصغيرة الصانع الصغير. الاتحاد السوفيتي بدأ بالمصانع الصغيرة، بريطانيا بدأت بالمصانع الصغيرة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا. إيطاليا كانت تقوم أساساً على الورش الصغيرة قبل الحرب العالمية الثانية. فالصناعة أمر حتمي بالنسبة لمصر والقيادة السياسية تعي ذلك كثيراً كثيراً. ربما أنا في وجهة نظري تفضل أن مشكلة كورونا العالمية ثم تلتها أول ما بدأت مصر تتعافى من مشكلة كورونا بفضل طبعا سياسات تجديد القيادة السياسية دايما نعم على مواجهة كورونا وأن كلنا في صف واحد أمام كورونا هذا التحدي العالمي الخطير. رغم أول ما بدأنا نتعافى من كورونا جاءت الحرب الروسية الأوكرانية نعم. وربما تضرر منها أوروبا الغربية كلها متضررة ده العالم كله العالم طبعا طالما أن الدول العظمى ستتضرر يبقى إذن الدول الصغيرة ستتضرر. يعني أنت رأي سيادتك اللي إحنا المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والصناعة الصغيرة برضو هي أملنا هي دي البداية هي البداية والقيادة السياسية فعلا اتخذت خطوات كبيرة جدا في هذا المجال. نعم. هيئة التنمية الصناعية توحيد إجراءات الاستثمار المزايا الاستثمارية والحوافز الاستثمارية موضوع الاقتصاد غير الرسمي نعم والصناعات غير الرسمية. انت حضرتك النهاردة الاقتصاد المصري أكثر من 60% منه اقتصاد غير رسمي ورش غير مرخصة مصانع غير مرخصة. هذه الأمور هذا الاقتصاد غير الرسمي لو تم إدماجه والرئيس على فكرة تحدث عن هذا الموضوع نعم فندم في أحد خطاباته عن عملية إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي سيحدث طفرة رهيبة هائلة طبعا ويحدث مزيد الصناعة الصغيرة معدية نعم معدية اقتصاديا نعم. طيب احنا لو كلمنا فندم عن دور القطاع الخاص في الفترة الحالية ومع أهمية توطين الصناعة وتوطين كمان المنتج المحلي هو القطاع الخاص المصري قطاع عريق على فكرة نعم يمكن من قبل ثورة 1952 ما حضرتك اتكلمت كمان إن من أيام كمان رئيس الأسبق جمال عبد الناصر التجربة الناصرية كانت أكتر في الصناعات الثقيلة نعم الصناعات الثقيلة والموازية نعم. وشركات مصانع القطاع العام وفعلا هو فعلا تجربة الستينات عند خلق مجمعات الصناعية الكبرى استتبعت دائما الصناعات الكبيرة تستتبع بجوارها صناعات صغيرة مغذية وهذا ما حدث فعلا في الستينات. ربما كان الظاهر اقتصاد اشتراكي ولكن في باطنه اقتصاد رأسمالي بحت. ربما الصين الرئيس ماو تي تونغ وكان صديقا للرئيس جمال عبد الناصر ربما هو أخذ نفس النسق ووصلت الصين اليوم إلى ما هي عليه. إحنا بدأنا التنمية مع الصين بالضبط. يا للدرجات. عندما اعترفنا بجمهورية الصين الشعبية كانت مصر الرئيس عبد الناصر يقوم بتأميم قناة السويس. 56 56 نعم فعلا.
طيب رأي سعادتك إيه كمان في تطوير ومدن كرة الصعيد خاصة الأكثر فقرا ومبادرة حياة كريمة؟ يعني أنا حاسس يعني تعتبر من أكبر المبادرات اللي أطلقتها القيادة السياسية، بل بالعكس كمان يعني أنا شايف كمان إن في دول أفريقية كمان واخدين تجربة حياة كريمة، حتى في كوب 27 مؤتمر المناخ عايزين يعملوا مبادرة حياة كريمة في الكرة الأكثر فقرا في أفريقيا. ما هي دي بقى الشبكات الضمان الاجتماعي اللي أنا قلت لحضرتك عليها اللي هو فهم. اقتصاد البرامج. نعم هو ده اقتصاد البرامج. نعم فعلا الدول العالم الحديث أخذت بيه يمكن من عشرات السنوات، ده خدوا بيه مثل بينا اللي هي المبادرة الحياة كريمة. إحنا على المحيط الإفريقي والعربي نعم الدولة الأولى التي بدأت بهذا النوع من الاقتصاد اللي هو التوصل السريع quick access، التوصل السريع للفئات الأولى بالرعاية. نعم فندم. وبدء وعملية إحداث عملية توازن التنمية الاقتصادية، يعني توازن التنمية الاقتصادية بين المناطق في أقاليم جمهورية مصر العربية. نعم فندم. الصعيد طبعا أخذ اهتمام كبير جدا من جانب القيادة السياسية، نعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الصعيد حقيقة أهمل كثيرا في الفترة السابقة، عشرات سنوات أهمل الصعيد بصراحة، عشرات السنوات. الصعيد الرئيس هتلاقي يوم في المنيا ويوم في بني سويف ويوم في سوهاج. على فكرة المنيا وسوهاج تعتبر من المناطق اللي نسبة الفقر فيها أو نسبة انخفاض الدخل من أكثر المحافظات التي تعاني من البطالة وانخفاض الدخل. نعم المنيا، محافظة المنيا بالذات، تليها محافظة سوهاج. نعم. نتيجة طبعا إهمال التنمية لعشرات السنوات في عهود سابقة. نعم. كثيرا. أولا الصعيد تنميته هو أساس تنمية مصر. نعم. لأن الصعيد فيه قوة بشرية هائلة، طبعا قوة عاملة رهيبة، قوة بشرية كبيرة. لكن إحنا لازم نعمل تنمية اجتماعية الأول وتنمية حضرية، ودي جاءت عن طريق مبادرة حياة كريمة. هي مبادرة حياة كريمة هي رسخت هذا الأمر. نعم. رسخت هذا الأمر. نعم. مجهودات القيادة السياسية ليل نهار تعمل بدون بروباغندا وبدون نعم دعاية، لأن الناس هم من يقررون ذلك. نعم. المواطن البسيط الذي نراه على شاشات التلفزيون هو الذي يخبرنا ماذا حدث له. الصور والمشاهدات والزيارات والافتتاحات والمشاريع كل يوم في افتتاحات بصراحة تجيب على هذه التساؤلات. نعم. كما تحدثت المشكلات في مصر متوارثة وكبيرة. نعم. الظروف الدولية معاكسة للغاية. نعم. لا ننسى أن الرئيس السيسي بشجاعة كبيرة استطاع أن يحارب الإرهاب. نعم. واستطاع أن يحدث هزيمة كبيرة جدا لمفاصل الإرهاب. ده حقيقة فعلا بعد سنوات الاضطراب فيما نعم يسمى بالربيع العربي. نعم يا دكتور. ونفضل طبعا دايما يعني بإذن الله الفترة القادمة في إطلاق مبادرات أكثر وأكثر تفيد كمان صعيد مصر والمجتمع المصري، وبإذن الله الصناعة المصرية بإذن الله إن شاء الله تبقى في ازدهار وتقدم في الفترة القادمة. هي مصر والصناعة المصرية مؤهلة لهذا الأمر، مؤهلة لهذا الأمر. الدكتور هشام شمس الدين أستاذ الاقتصاد والبيئة، حضرتك نورتنا يا فندم وشرفتنا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور هشام، نورتنا يا فندم. أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لحسن المتابعة، تحياتي ليكم وأشوف حضرتكم على خير.